اهلا بحضراتكم في اكاديمية الملك كامل الثانوية. شايفين الكابتن وليد السلموني في تدريب كرة السلة، والنهاردة الاحساس بالكرة وتمرينات الدريبل، وعندنا زياد بيجري ثلاث لفات على الرصيف بيعملوا كيلو. زياد بنجري النهاردة 2 كيلو 6 لفات، وهنعرف جري في قد ايه. عندنا استاذ عبد الهادي ولي عمر بيعمل مسابقات وتمرينات التوافق العدل العصبي، زي ما قلنا الله، زي ما قلنا اولياء الامور من هنا بانشطه اثناء الانتظار وقت الفراغ. استاذ عبد الهادي بيتحدى اي شخص، عمل الخمس محطات في 9 خبطات، انا شخصيا عملتها في 10، وهو كسبني وكسبني جيم بينج قبل كده. اهلا وسهلا بحضراتكم، شكرا يا مستر عبد الهادي على هذه الروح الجميله، ربنا يعزك. اهلا بيكم في نادي الملك كامل الثانويه، مرحبا بيكم. نتواجد سبت واربعاء من 5 إلى 7:30 مساء. بس الصدمات بتقوي ومش بتهد، شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس، انا ابن مصر انا ضد الجسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر، انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كان الله وكل خطوه نص، ومهما كان انت مصر، يا مصر وكل خطوه نص. قول معايا نعيش يا مصر. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. مهما كان وكل خطوة نص، ومهما كان انت مصر، يا مصر وكل خطوة نص. قول معايا نعيش يا مصر ونموت يا مصر، مصر مصر تحيا مصر، كلك شهامة وكرامة يا حبيبك سلامة، وانت العدوك نهاية، كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية. انت حبيبك سلامة وانت العدوك نهاية.
الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان، مصر بلادي الجميلة، حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة. أهلا بحضراتكم في أكاديمية الملك كامل الثانوي.